عناوين الصحف اللبنانية لليوم الثلاثاء 24 من تشرين الأول 2023. صحيفة النهار: دبلوماسية الأسرى تؤخر الهجوم البري وواشنطن ترفض هدنة. أخطر تحذير فرنسي: الضربة الإسرائيلية للبنان حتمية. إسرائيل والغرق في مستنقع غزة. صحيفة نداء الوطن: أول نشاط معلن لنصر الله، اتصال عن طريق آمن. دول اليونيفيل تسأل عن 1701 وبري نلتزم الشرعية الدولية. طوارئ الحكومة: تخبط واستنجاد بدول وجهات مانحة. صحيفة الجمهورية: مساعي التهدئة تسابق الأجواء الحربية. بايدن: الرهائن أولا. هل تعرض الحزب لخديعة؟ صحيفة اللواء: تدخل أمريكي لإنقاذ حكومة نتنياهو والإمساك بقرار البر للتفاوض. الاحتلال يستعيد عن الميدان بتدمير القطاع وأهله، وجنوده يفتشون قوافل الغذاء والدواء. رسائل تطمين أمريكية لحزب الله: المعركة اليوم مع حماس. صحيفة الأخبار: قواعد اشتباك جديدة جنوبا. الإعلام الغربي يحقق في مجزرة المعمداني، الفلسطينيون يبيدون أنفسهم، الجنوبيون ينزحون إلى الجنوب، صمود وترقب. صحيفة الديار: إسرائيل تقر بخسارة قدرات الرصد التجسسية، حزب الله قد يشل شمال فلسطين إلى الأبد. الاعتداءات الإسرائيلية تعاكس التطمينات الأمريكية، والاحتلال يفقد عنصر المفاجأة. الحراك الداخلي دون أوهام كبيرة رئاسيا، وصيغتان لتجاوز الفراغ في قيادة الجيش. لقراءة أسرار الصحف وللمزيد من العناوين زوروا موقعنا صدى الأرز.com. إلى اللقاء.